التغطيه الاعلاميه ديالكم ديال هذا الحدث ديال هذا النهار هذا في جهه بني منال الخنيفره واللي اليوم كنصوروا على افتتاح منشات صحيه. شكر للسيد الوالي والسيد رئيس ديال الجهه والساده المستشارين والنواب وجميع السلطات المحليه اللي كيواكبوا هذا الاصلاح هذا اللي بغاه صاحب الجلاله في اطار الاصلاح الجذري ديال المنظومه الصحيه. وانتم كتعرفوا من منذ تنزيل القانون الاطار 0622 ديال اصلاح المنظومه وقمنا لان من الدعامات الاساسيه ديالو كاين تاهيل العرض الصحي، وفي تاهيل العرض الصحي كاين الصفوف الاماميه ديال المنشات الصحيه وهي الرعايه الصحيه الاوليه واللي كتعلق بالمراكز الصحيه والمستوصفات، واليوم كنشرفوا على افتتاح ديال 22 منشاه صحيه ديال الرعايه الصحيه الاوليه في هذه الجهه دي السعيده واللي جات في ثلاثه ديال الاقاليم بني ملال ازيلال وكذلك خريبكا. فهاد الشيء كله لتعزيز العرض الصحي، والعرض الصحي الحمد لله اليوم جاب معطيات جديده. اولا حسن الاستقبال والظروف الملائمه لان كيتوفر على رقمنه، كيتوفر على يعني حله جديده اللي هي عصريه كتخلي واحد الاريحيه ان المواطنين كيدخل كيدخل في واحد يعني المنشاه اللي هي منشرحه. كذلك نظام معلوماتي اللي كيخول المريض انه يكون عنده واحد الملف طبي رقمي يمكن له يدلي به في اي مكان فيما مشى في المغرب او محليا. وكذلك انه اليوم حتى المهنيين كيخدموا في ظروف جيده وكيكون كنكرسوا المفهوم ديال الحومه وسياسه القرب، لان خاصنا المريض الطبيب اللي يمشي عند المريض ماشي المريض عند شي طبيب. وانتم كتعرفوا ان الى هذه المنشات الصحيه الاوليه لعبت الدور ديالها عرفوا بان 80% ديال الضغط اللي كان عند المستشفيات غينقص، لان حنا راه 80% ديال الحالات الاستعجاليه راه ماشي حالات استعجاليه في المستشفيات، لانك هي بحاجه ماسه الى خدمات جيده في المستوصفات. وهذا هو اللي طمح ليه صاحب الجلاله ديال سياسه القرب واللي غادي فيه ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم.